نصيحة جديدة مع كل يوم جديد مع آلاء. نصيحة النهاردة لكل عروسة بتجهز، لازم وانتي بتجيبي أطقم الحيض بتاعتك تشتري طقم ستانلس. الأطقم الستانلس عملية جدا وصحية، واشتريها كمان 18/10، ما تحاوليش تشتريها أخف من كده، لأن أخف من كده هتحرق الحلة وجوانبها وهتحرق لك الأكل جواها كمان. تعالى أقولك على أفضل الماركات للحلل الستانلس وأحدث أسعارها في السوق. ما تنسيش تنزلي اللايك ومتابعة للقناة عشان يصلك كل جديد. أول ماركة واللي هي أنا بحبها عن نفسي جدا هي ماركة زهران. زهران الأشكال فيها كتير وأسعارها حلوة في المتوسط، مش غالية قوي. وهي تعتبر من أفضل ماركات الستانلس، وفيها خدمة ما بعد البيع. ومش كل ال مش كل الماركات فيها خدمة ما بعد البيع، عليها ضمان يصل ل25 سنة. بالنسبة لأسعارها، هي أسعارها مش عالية قوي، في ماركات أغلى منها بكتير، وهي بتبدأ من 2000 إلى 3000، وانتي على حسب بقى عدد القطع جواها. واللي بعديها على طول هي ماركة زنوكس، وبرضو هي أرخص من زهران شوية، سعرها بيتراوح ما بين 1500 2500، برضو على حسب عدد القطع جواها. ما تنسيش ما تنسيش تدوسيلي لايك ومتابعة للقناة عشان يصلك كل جديد. واللي بعديهم على طول نوفال، ونوفال بتتميز من سعرها رخيص بالنسبة للستايلس بتاعها، وسعرها في متناول الإيد على طول. سعرها بيتراوح ما بين الطقم ال10 قطع ب1600 جنيه. نصيحة ليكي وانتي بتشتري الحلل الستانلس، حاولي تجيبي المقابض بتاعها تكون ستانلس برضو من نفس نفس الخامة بتاعتها، وغطاها كمان ما يكونش ازاز، ده بيبقى عملي اكتر و هيعيش معاكي فترة اطول. وانتي بتستعملي الحلل الستانلس بتاعتك، حاولي ما تعليش النار عليها قوي عشان ما تتحرقش منك ويبقى عمرها قصير. الستانلس من الخامات الصحية جدا، مش بتقشر، مش بيلزق فيها الاكل، حلو لو جبتي منه نوع كويس. شكرا لمشاهدتكم للفيديو، ما تنسوش تدوسي لي لايك ومتابعة القناة. شكرا.